السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، رجعنا لكم في حلقة جديدة من لعبة محاكي الثلوج في حلقة 101. طبعا في الحلقة الماضية توقفنا في هذا المكان ونفذنا المهمة الثانية لهذه الشاحنة. طيب الآن راح نشوف المهمة الموالية. طبعا طلعت معنا المهمات هذه الاثنين الجدد في هذه القائمة، وهذه قائمة حاليا ما زالت إلا مهمة واحدة مفتوحة حاليا، ولكن هذه المهمة راح تنقلنا إلى المدينة الموالية. طيب خلينا من هذه المهمة. أوكي راح نشوف القائمة التالية. راح ننقل مهمة إلى هذا المكان. طيب أغراض، راح نأخذ شيء من هذا المكان وأنبوب من هذا المكان. أوكي راح نحتاج إلى شاحنتين. طيب راح أشوف المهمات الأخرى، يمكن راح أكون هذا أكثر من مهمة، وهذا أيضا أكثر من مهمة، وهذا أيضا راح نحتاج إلى شيئين. اوكي ما علينا، راح نفعل هذه المهمة. طيب راح نحتاج الى شاحنتين، شاحنة راح نأخذ حمولة من هذا المكان، وشاحنة راح نأخذ حمولة من هذا المكان. راح نروح المكان الاول، في عندنا شاحنة رأيتها واللي هي هذه. اوكي بنزين بأس. طيب راح نشوف الحمولة. الشاحن هذه ما فيها الدفع الكلي وما فيها الدفلوك، مشكلة. طيب دقيقة راح نشوف المكان اللي راح نضع فيه الحمول، اللي هو هذا المكان، ومستحيل انها تدير في هذا الطريق. يعني مش راح اغامر. في عندنا شاحنة أخرى، دقيقة، في عندنا برميل أو هذا تريلا حقت البنزين. المهم ما علينا. الشاحنة تلك مصيبة والشاحنة هذه مصيبة. طيب حتى ما نطول راح نتجه الى الجراج ونشوف شو السيارات اللي عندنا والشاحنات. هذه ما فيها الدفع الكلي، وهذه فيها الدفع الكلي، هذا كلهم فيها الدفع الكلي. راح نختار هذه الشاحنة. دقيق، قبل كل شيء راح نرجع الى الشاحنة الموالية. فين اللي هي هذه، نشوف الأغراض هل نحملها على الشاحنة الصغيرة مثل النوعية هذه أو الشاحنة الكبيرة. الأنبوب الصغير، كونتينر دفير، أوكي المطلوب كونتينر دفير واحدة، أوكي اللي هو هذا. يس هذا هو، يعني راح نحتاج شاحنة صغيرة. طيب راح نستغنى عن هذه الشاحنة ونرجع للجراج. طيب اخترنا هذه الشاحنة، المحرك هذا أقوى محرك، الدفلوك راح نضع هذا. اوكي الاطارات راح نركب اطارات الثلج كبير الحجم، الحبل المحروس، الدفلوك اوكي مركب، فلتر هذا افضل، الدفع الكلي اوكي، والصندوق راح نبيع هذا. ايش الشيء اخر نبيعه هذا، معلش هذا مجان. اوكي
طيب راح ننتقل إلى المكان ونبدأ نحمل الأغراض. أوكي وصلنا للمكان، راح ننقذ الحمولة. أيوه وبالضبط. كنت ناتف. أوكي هذا هو، حاول نتأكد فقط. طيب راح نتوجه إلى المكان. طيب فين المكان بالضبط اللي هو لا مو هذا مكان المكان المكان هذا. أوكي طريق، راح نرجع من حيث أتينا بعدين. أوكي راح نذهب إلى هذا المكان، بعدها راح هكذا هكذا و هكذا، وفي عندنا الطريقين. أوكي. هذا الطريق، بعد هذا الطريق مباشرة إلى هنا. أوكي يلا راح نتوجه إلى المصنع أو المكان راح نضع فيه الأغراض. طبعا أنا غيرت وقت أصبح الصباح، راح يطلع السمش نهار. هذه أول حمولة، بعدين راح ننقل الحمولة الثانية. نحاول نخلص المهمة أقل وقت، أسرع وقت. طيب شغل الدفلوك حتى من الدفع الكلي حتى ما يزعجنا العقلات. طبعا المكان شوي ضيق، نحاول نوسع العقلات. هنا عندنا صعوبة في الصعود لأن في كثافة الثلوج، راح نشغل الدفلوك حتى تصبح العجلات تلف مع بعضها نفس الوقت. ايوه صعدت، هذا هو الشيء المهم الدفلوك، انه يخلي الشاحنة تلف عجلات كلها مع بعض. طيب راح ننزل اسفل، راح ننزع الدفلوك، ننزل اسفل. راح نكمل الطريق. طبعا النقطة الأولى وصلنا، راح نوصل النقطة الثانية. احتذر من الصخور الصغيرة هذه الموجودة في الطريق. بعدين راح نروح لهنا. طبعا هنا الله أعلم في شوي كثافة الثلوج، يمكن راح نحتاج الدفلوك. راح نشغل الدفلوك أفضل، هكذا الشاحن تسير أفضل حتى لو كانت بطيئة. طبعا هنا ضيق المكان لأنه مخصص للسيارات ليس للشاحنات. طيب نرجع الخلف. نحاول نلف الشاحن هذا المكان، نزل أسفل الطريق. أوكي الآن نكمل الطريق. الآن راح نشغل الدفلوك السريع. أحيانا الدفلوك السريع ما نحاول نركبه لأنه راح يزيد العرقلة. طيب راح ننزل أسفل أكثر الطريق. أوكي وصلنا للنقطة الثانية. طبعا هنا مرة السلام. هنا عندنا كثافة الطريق، كثافة الثلوج كثير، لكن الشاحنة يعني تسير، ما زالت تسير. هذا جيد. اوكي
نطفئ نغلق الدفلوك ما أعتقد وصلنا. يا ولد تعجلت. يب وصلنا. وصلنا ليس بعيد على هذا المكان، حوالي 200 متر. لكن راح شغل الدبلوب السريع. نغلق الدبلوك. طبعا الدبلوك كل مره نقفل، مره نفعله، مره لا، مره فعله، مره لا، لان الدبلوك ليس يعني ليس ضروري ان تقوم بالتفعيل هذا الطريق كامل، لانه راح يعرقلك في السير، لانه معروف الدبلوك السير البطيء وترك العجلات يعني تلف كلهم في نفس الوقت. لكن من المستحسن انك فعله الا في الضرورة، والا فعليك اغلاق التفعيل حتى تكون السيارة او الشاحنة تسير بأريحية وتكون سريعة في السير. طبعا هنا كثير من اللفات والمنعطفات. اوكي وصلنا للنهر هذا. شغل الدبلوك سريع. طبعا في المياه المفروض ما نشغل الدبلوك سريع، ولكن ما انه مسافة قصيرة حد عادي. نغلق الدبلوك ووصلنا الى المكان. طيب بعد ما وصلوا هذه المهم، هذه البضاعة، راح ننقل، راح نذهب الى البضاعة الثانية، ولكن راح نختار شاحنة اخرى. تفضل، هذه الحمولة الاولى، وراح نذهب الى الحمولة الثانية. طيب الحمولة الثانية فين؟ الحمولة الثانية فين بالضبط؟ اللي هو هذا المكان. طيب في عندنا شاحنة هنا. اوكي في عندنا هذه الشاحنة، راح نستعملها. نشغل الدفعات كلي. ولا خليها بلا دبلوك. طبعا بنزين، بنزين تقريبا فل. نشغل الدبلوك افضل. طبعا هذه ما ركبنا عليها علبة الدروس المخصصة للدفلوك السريع والدفلوك البطيء، لكن عندما نقوم بالرجوع الى الجراج راح نركب عليها. وانا ما اعتقد ورطت نفسي في مكان. لا، اوكي خرج بسبب اعتقد نفسي اني ورطت نفسي في وحل مع الثلوج، لهذا راح الشاحن متعلق، لكن لا بأس. طيب راح ننزل الدفلوك، انا اشوف فيها الشاحنة اصبحت بطيئة جدا جدا جدا. اتمنى الحمولة الثانية كم؟ حمولة واحدة. نقوم بواحد من نوع المتوسط. راح نغلق الدفع الكلي لتوفير البنزين. طيب فين الأنابيب؟ توقف الأنبوب. أيوة هذا هو الأنبوب المتوسط، أكد قد حتى ما نشتريه. أيوة هذا هو. طبعا في عندنا الياجور
وبيستشار تيو المتوسط. اوكي هذا هو المطلوب، راح نروح نسلم الانابيب هذا خلف. طبعا المهمة وراءنا، ايوه هذا هو الطريق. طبعا هنا الطريق جيد، مفيش صعوبة أكثر، وأصلا هذه الشاحنة يعني بعتبرها جيدة لأن فيها 8 عجلات وفيها الدفلوك والدفع الكلي وفيها القطع الغيار وفيها التانكر حق البنزين حوالي 8 مئات يعني. عليه مازال تشتغل، تسير بدون الدفع الكلي بدون الدبلوك، هذا جيد. راح نفعلها بالدفع الكلي حتى نوفر البنزين، يمكن راح نحتاجها في أحد المهمات لما نتنقل إلى الجراج. طبعا انا حاليا اسير في الطريق الخاطئ، انا في طريق يعني بجنبي يعني بالضبط ما فيه الوحل، ولكن معلش راح نجرب حتى هذا الطريق. لكن هذه الشاحنة على ما اعتقد علي ارجعها للجراج حتى نقوم بتغيير علبة الدروس ونضع الدبلوك السريع والبطيء. البطيء راح احتاجه الا في بعض الاحيان يعني، لكن الدبلوك السريع بحتاجه ضروري حتى يكون في بعض الاماكن يمكن وضع الدبلوك السريع فتسرع الشاحنة بدل انها تمشي ببطء. راح نروح نمشيها زي ما حكيت، من المفروض مشينا في هذا الطريق، لكن معلش هذا الطريق هذا كان جيد يعني مفيش مشاكل او عرقلات كبيرة. اوكي هنا راح اضطر شوي الدفوق على ما اعتقد، نشغل الدفع كله اوكي. على ما اعتقد من عادنا بعيدين على الانتقال الى المدينة الثانية، من المدينة الاولى تقريبا خلصنا كثير من المهمات، يمكن في احد حلقات راح ننتقل الى المدينة الموالية طبعا. اذا انتقلنا الى المدينة الموالية راح نقوم بأول شيء هو القيام بالمهمات الثانوية دايما مثل كل مرة في الحلقة في المدينة اللي سويناها ماضي. استخدام بسيط وليس مؤثر، ويدمج طيب وصلنا للمكان، هنقوم بوضع الحمولة
نكون خلصنا على المهمة وانهينا الحلقة. انهينا المهمة بجدارة. نوقف الكاهنة. طبعا كانت هذه حلقة اليوم، اتمنى عجبتكم هذه الحلقة، لا تبخل علينا باللايك والاشتراك، وانتظرونا في الحلقة الاتية ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، سلام.